السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا في هذا الفيديو هذا غادي نحاول نديرو غادي نشوفو التوازي والتعامد في الأعداد العقدية. يعني ملي كيكون واحد المتجهتان متوازيتان أو متجهتان، يعني في على أو متعامدتان. واضح؟ دونك نبداو بالتوازي. دونك عندي A B توازي C D. واضح؟ دونك إلا خدينا هاد لي دو سيغمون أو بيان دو دغوات، يعني هاد المستقيمان، دونك يمكن لي نخلق واحد المتوازي أضلاع. نفترض إلا كان A B C D متوازي أضلاع، نفترض دونك إذا كان A B C D متوازي أضلاع حسب القواعد المتوازي الأضلاع، أن كل متجهتين متقابلتين فإنهما متوازيتان ومتقايستان. يعني أن A B كتساوي C D. واضح؟ دونك في الأعداد العقدية، إذا كان اللاحق ديال A هو الزد A، و B هو الزد B، و C هو الزد C، و D هو الزد D. واضح؟ دونك كيف ما كيبان لكم هذا راه ماشي متوازي اضلاع، غير نفترض انه متوازي اضلاع. واضح؟ دونك اللاحق ديال المتجهة AB هو زد بي موان زد A كتساوي زد دي موان زد سي. مفهوم؟ دونك باش نبينو، نفترض في شي سؤال قال لك سيدي بين التوازي ديال جوج ديال المتجهات او جوج ديال المستقيمان، فهم التوازي ديالهم. حيتاش كيف ما كنعرفو التوازي هو حاله خاصه من الاستقامية ديال النقط. مفهوم؟ دونك الا بغيت نعرف انا بغيت نعرف واش التوازي، دونك خصني نحدد الزاويه اللي كيخلقها ليا هاد المتجهتين. يعني الزاوية اللي بغيت نعرفها كنحاول اني ننزل، كنحاول نقلب على النقط ديال التلاقي ديالهم باش نلقى، باش نقدر يمكن لي نحسب الزاوية. واضح؟ دونك الا مشيت مع هاد لو دغوات ومع هاد لو دغوات، كنقلب على البوان ديال الانترسيكسيون ديالهم، ما غاديش تكون، يعني غيكون كونفوندي واحد على الاخر. واضح؟ واذا كان واحد على الاخر، يعني الزاوية اللي كيخلقها AB مع CD كتساوي زيرو. واضح؟ يعني هي نفس الحاله، الى يعني غيولي مستقيمان منطبقان، يعني غتكتب لي هذه المتجهه على شكل هذه المتجهه هذه اللي هي هذه الحاله هذه، يعني استقامية ديال ثلاث نقاط. مفهوم؟ يعني غادي نجيو في هذه الحاله ديال، يعني ينتمي النقط تنتمي الى نفس المستقيم او تنتمي الى نفس الحامل. واضح؟ في هذه الحاله هذه AB كتساوي، نقدروا نكتبوها على شكل ك فوا AC. واضح؟ AB كتساوي ك فوا AC، هادو في الإزاحة وفي هذاك العجب كامل اللي شفنا من قبل. مفهوم؟ يعني إلا كان A هو زد A و C هو زد C و B هو زد B. مفهوم؟ دونك AB اللاحق ديالها هو زد B موان زد A كتساوي ك فوا زد C موان زد A. مفهوم؟ دونك الزاوية اللي كيخلقها ليا هاد المتجهتين AC مع AB كتساوي زيرو. دونك لارغيمون ديال ما بين الزاوية AB و AC كيما شفنا من قبل، أنا لارغيمون ديال الزاوية كنشوفو الزاوية التانية، بون معليناش نديروها باش تكون مشواية علينا، يعني ما بين AB و AC. مفهوم؟ اش كتساوي؟ هي لارغيمون ديال ZC موان ZA سيغ زد بي موان زد زد ا. مفهوم؟ قلنا بان الزاويه اللي كيخلقوها هنا جوج متجهات كيساوي زيرو بتردد اثنان بي. مفهوم؟ دونك الا كاين كيساوي زيرو، دونك انطلاقا من هذه ما عيناش، دونك هذه كتساوي زيرو. دونك اجي نشوفو هذه، دونك زد سي موان زد ا سيغ زد بي موان زد ا. مفهوم؟ كتساوي واحد على ك، اللي كتساوي واحد ك بريم، يعني واحد السكالير جديد. مفهوم؟ يعني إذا درت لارغيمون ديال هادي، لارغيمون ديال زد سي موان زد أ سيغ زد بي موان زد أ، دونك هي لارغيمون ديال هادي هو لارغيمون ديال ك بريم. مفهوم؟ ولارغيمون ديال ك بريم بحيث ك ينتمي إلى أغ. مفهوم؟ دونك بحيث ك بريم و ك تا هو كينتميو لأغ،
دونك لارغيمون ديال واحد العدد كينتمي لاخر، يعني كينتمي لاكس ديال لا بارتي ريال. يعني كما كنعرفوا ان المهم لو بلون او لو روبير ديال هذا الشكل، هادو هما لا بارتي ريال. الا كان كينتمي لاخر يعني كينتمي لهاد لاكس، هذا لاكس دابسيس اللي كنمثلوا فيه الاعداد الحقيقيه. دونك الزاويه اللي كتخلق لنا على هاد لاكس هذا كتساوي زيرو، مفهوم؟ يعني لارغيمون ديال واحد العدد ديما كيساوي زيرو، مفهوم؟ بترديد 2 بي، مفهوم الشباب؟ يعني حيتاش لارغيمون ديال واحد كا كيساوي ديكتومون كيساوي زيرو بترديد 2 بي، مفهوم؟ دابا هادي غير كديمونستراسيون، واضح؟ يعني شنو كنعنيو؟ ان باش يكون استقامية ديال واحد جوج ديال المتجهات او اسمحوا لي، او استقامية ديال النقط دابا متجهتان منطبقتان، كيعني لي بان هذوك النقط اللي كيكونوا لي هذيك المتجهتان يعني نقط مستقيمية، واضح؟ يعني كتكتبوها على شكل ا بي كتساوي ك فوا اس، هادشي هادي هي لا كونديسيون باش كنبين الاستقامية ديال النقط، واضح؟ دونك كخلاصة باش نبين ان ثلاثة النقط ا و بي و سي نقط مستقيمية، يكفي انني نبين ان ديك زد بي موان زد ا سور زد سي موان زد ا كتنتمي الى الاعداد الحقيقية او لا بارتي ريال، مفهوم؟ يعني تنتمي الى ار، واضح؟ سواء درت زد بي موان زد ا سور زد سي موان زد ا ولا نقلبهم، فهم ما عندي حتى شي مشكل. يعني الزاويه من اللي من الاولى حتى الثانيه هي لو موان ديال الثانيه، يعني نبدا بالثانيه مع الاولين، تبقى عندي ديك الموان ما عنديش فيها مشكل، واضح؟ دونك يكفي انها خصها تنتمي لاخ، دونك هذه كعلاقه، فهم؟ حاولوا تعقلوا عليها ياك الشباب، ما عليناش. نفس لا كونديسيون غادي نستعملوها هنا، دونك كما قلنا لارغيمون ديال العجب هذا خصو يساوي ليا زيرو بطبيعه الحال، حيتاش الزاويه اللي كتخلقها ليا جوج ديال المتجهات اللي متوازيين كتساوي زيرو. يعني الا كانت متجهه كتساوي دونك الزاويه كتساوي زيرو، دونك هذاك خصو ينتمي لار، مفهوم؟ دونك هنا دونك زد بي موان زد ا سور زد دي موان زد سي تساوي غادي تساوي ليا ان، و ان ينتمي الى ار، مفهوم؟ و لارغيمون ديال هذا هو لارغيمون ديال واحد، و لارغيمون ديال واحد كيساوي زيرو، مفهوم؟ يعني الزاويه كتساوي زيرو. دونك غير بالرجوع، يعني ملي كيقول لك اسيدي بين ان ان دو دروات سون باراليل ولا المهم متوازيان، يعني كنجيوها بالعكس، يعني كنجيوها بهذا الشكل هذا، يعني كنمشي نحسب زد بي موان زد ا سور زد دي سور زد سي ولا العكس، بلا كنقلبهم ما عندي فيهم حتى شي مشكل، خصني نبينهم بانهم ينتميان الى اخ، واضح؟ دونك حيتاش اصلا درت لارغيمون ديال هذه غيساوي ليا زيرو، مفهوم؟ يعني بينت انا. دونك ومنه كعلاقه زد بي موان زد ا سور زد دي موان زد سي، مفهوم؟ يعني انا ما عندهمش نفس لاكس، ما عندهمش نفس لوريجين، خصو ينتمي لاخ، واضح؟ دونك هذه كعلاقه حاولوا تفهموا، حاولوا تعقلوا عليها الشباب، ومهم فهموها. غادي نديروا تمارين باش نحاولوا نبينوا هادشي مزيان، واضح الشباب؟ دونك ا و بي ا بي و سي دي متجهتان متوازيتان يكافئ هذه اللي الفوق، واضح؟ دونك الا كان هذه الا تحقق هذا الشرط فان او ا بي و سي دي متوازيين، والا كان عندي ا بي متجه ا بي و سي دي متوازيين فانها ان هاد زد بي موان زد ا سور زد دي موان زد سي ينتمي الى ار، يعني ينتمي الى لا بارتي ريال، مفهوم؟ يعني لارغيمون ديالهم كيساوي زيرو، او الزاويه اللي كيخلقها لنا هذوك المتجهتان كتساوي زيرو، واضح؟ نفس لا كونديسيون الا بغيت نبين التعامد ديال المتجهتان او مستقيمان، مفهوم؟ يعني التعامد ديالهم نفس القضيه، يعني غيكون عندي على هذا الشكل، واضح؟ يعني غتخلق لي الزاويه بي سيغ دو، يعني لارغيمون ما بين هذه المتجهه وهذه المتجهه هذه غتكون بي سيغ دو، مفهوم؟ يعني لارغيمون ديال الزد دونك التعامد، دونك الا كنت ما عليناش المتجهه زد بي موان زد ا سور زد دي موان زد سي اش خصها تساوي؟ خصها تساوي بي سور دو، مفهوم؟ وباش تساوي بي سور دو يعني الزاويه كتساوي بي سور دو، ما عليناش هي ترديد 2 بي، مفهوم؟ في لو روبير نفترض ان الزاويه كتساوي بي سور دو، وفين هي الزاويه بي سور دو هنا؟ هي هادي، واضح؟ يعني الا خدينا هاد البوان هادي هي بي وهادي هي ا، نفترض حنا ما عليناش،
دونك بي او هذه هي سي وهذه هي دي، ماشي مشكل. دابا غير كمثال، دونك الزاويه اللي كيخلقها هنا ا بي مع سي دي هي بي سور كات، يعني هي ندير الاسقاط ديالها غتخلق لي هذه الزاويه، يعني لارجيمون يعني الزاويه اللي كتخلق هاد المتجهتان فانها كتساوي بي سور دو. مفهوم؟ يعني ان بي باش يعني لارجيمون ديال واحد العدد خص يكون كينطبق لي على لا بارتي او هاد لاكس هذا ديال لا بارتي ايماجينير. مفهوم؟ ليماجينير ديال المهم لا بارتي ايماجينير. مفهوم؟ ديال هذاك العدد العقدي او ذاك الالحاق. مفهوم؟ يعني بمعنى ان زد بي موان زد ا سيغ زد دي موان زد سي خصها تنتمي لا بارتي ايماجينير، يعني كنكتبوها على هذا الشكل هذه اي ار. مفهوم؟ يعني كخلاصة ا بي و سي دي متعامدان يكافئ ان زد بي موان زد ا سور دي زد دي موان زد سي ينتمي الى اي ار. مفهوم؟ يعني انك ينتمي للمجال او لا بارتي ايماجينير. واضح الشباب؟ ياك نفس القضيه، يعني الا عطاتني يتحقق لي هذه لا كونديسيون هذه، دونك فان ا بي و سي دي متعامدان، كان ا و بي و سي دي متعامدان دونك كتحقق لي هذا الشرط هذا، ولارغيمون بطبيعه الحال كيساوي بي سور دو. مفهوم؟ بلوز او موان بي سور دو، ما عندي فيها حتى شي اشكال. ياك بترديد اثنان بي، حيت هاد القضيه ديال الترديد باثنان بي يعني راها محصوره ما بين موان بي بي. مفهوم الشباب؟ وصلنا للنهايه ديال الفيديو، اي حاجه ما واضحاش يمكن لكم تخليوها في التعليق، غادي ندير فيديو اخر بخصوص النقاط المتداوره والنقاط المهم والتحاكي والدوران، غادي المهم غادي ندير فيديو اخر باش نحاول نقصر هاد الفيديوهات هادو باش يكون شويه تكون الاستفاده. مفهوم الشباب؟ وغندير تمارين باش نحاول نفهم هاد الاجابه هذا. دونك وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتمنى ان هذا الشيء يكون عجبكم وخليت لكم الراحه والسلام عليكم.